بعد ما فنان كبير زي يحيى الفخراني يحط رجله على المسرح في هذا الزمن اللي الناس بتهرب منه للمسرح وبتدور على سبوبة، اعتقد ان دي هتبقى خطوه هتشجع نجوم كتير انهم يمشوا ورا يحيى الفخراني. اكيد هيكسبوا واكيد هينجحوا. الاب بطرس دانيال دايما بتكرموا الفنانين والفن ومهتمين بهذا الجانب، عايز اعرف كان لازم تنام بدري ولا استمتعت بانك سهران؟ اولا بالفعل بشكر استاذ خيري على هذا البرنامج لان حضرتك بتوصل رساله لكل الشعب المصري. ثانيا بشكر كل الابطال وعرسهم الدكتور يحيى الفخراني والفنان العظيم لطفي لبيب والفنانه هبه مجدي والفنان محمد، لانه انا مش هتكلم على العرض بجماله، صراحه فوق الرائع بكله بكل باقي صناعه ومبدعين، قد ما انا اقول بيوصلوا رساله هم مشعرين بيها. كل اللي حضروا، الاف اللي حضروا هنا، هيتغير منهم ناس كتيره جدا في طبعهم. في ناس حبت الفن اكتر، في ناس هيقولوا بدل ما بنضيع وقتنا زي شباب كتير على القهاوي وشيشة وكده، لا ده احنا نبتدي نحضر عروض تانية. فيه هيتشجعوا يدخلوا تمثيل، غنى، موسيقى، ديكور، يبدعوا اللي هم عاوزينه اكتر واكتر من الماضي. هيأثروا بانه خلوا الناس كلها تحب المسرح بالفعل، وتقريبا في تاريخ المسرح القومي اكتر ايرادات دخلت على يد الفريق العظيم هذا. ولو أفلاطون بيقول علموا أولادكم الموسيقى وقفلوا السجون، نقدر نقول كمان علموهم الفنون مع هذا الكاست الرائع جدا. وباحث جزويتي أسيس فرنسي في نهاية القرن 19 قال أذكى طفل في العالم هو الطفل المصري لحد 6 سنين. يعني معناها للأسف لما يدخل المدرسة الدنيا بتتغير، ولو دخلنا بالفعل الفنون والمسرح والسينما والموسيقى تاني في المدارس، ويمكن أعرض هنا وفي البعض فهمها غلط بصلاة ملحقة للمساجد والكنائس يكون فيها تشجيع الفنون، مش البعض فهمها ان جوه مكان الصلاة، لا ده مكان الصلاة احنا عارفين المسجد للصلاة والكنيسة للصلاة دي حاجة مقدسة، ولكن صلاة ملحقة بيهم انهم بالفعل شجعوا دايما ابنائهم على الفنون. لان لو السياسة بتفرق الناس وبتخلق اعداء، الفنون بتقوم الناس، بتحببهم في بعض، بتخليهم يتقربوا ويتحدوا معا. مرة تانية بشكركم جدا بالفعل، يعني العرض اثبات نجاحه بان الانسان ما يبصش خالص والمتفرج في الساعة، وحتى لو متأخر استاذ خيري انا بشكركم جميعا مرة تانية. بشكرك جدا. طب ليه مدام الاستاذ منسى قنديل مش عايزه تتكلم؟ ما جايز عايزين نسمع صوتك. هتوكليه؟ النيابه عني. طيب اتفضل يا استاذ محمد. انا مش هقدر اضيف كتير للي قالوه الاساتذه قبلي، بس انا عايز استطرد استطراد صغير. اتفضل. انا الليله ديت حققت لي امنيه عمرها 21 سنه. في سنة 94 أنا كنت مقيم خارج مصر، وكنت بوصل للقاهرة في أجازات قصيرة جدا. فبعدين كنت أنا وزوجتي ومعايا ابن الصغير كان سنه حوالي 4 سنين. رحنا مسرح الجمهورية، كانت بتتعرض بيتمثل المسرحية ليلة من ألف ليلة بنفس أستاذ يحيى وأنغام وعلي الحجار. بس ابني كان صغير ورفضوا رفضا تاما رغم كل توسلاتي ان احنا نخش ونشوف المسرحية. ورجعنا يوميها احنا الثلاثة زعلانين جدا من لان اتحرمنا منها. فدلوقتي انا بحقق امنية عمرها 21 سنة. ابني دلوقتي بقى كبير وشاب، ان شاء الله لما يرجع من اجازة هبقى اجيبه اقول له دي المسرحية اللي مرضوش يدخلونا ليها من 21 سنة. أنا سعيد بالعرض ده، وأنا جاي كنت بسأل نفسي هيقدموا إيه؟ يعني نص قديم عتيق، وبعدين عن ألف ليلة وليلة، وألف ليلة وليلة بتتميز بالسحر والجمال والخرافة.
ازاي السحر هيتقدم على المسرح؟ يعني ممكن بيتقدم بالحيل الفنية، بالسينما، بالحاجات المبهرة. ازاي ممكن يتقدم السحر هنا على المسرح؟ انما فعلا اكتشفت ان انا امام عرض ساحر، لان كل التفاصيل جرى الاهتمام بيها. الديكور غني جدا بالالوان وبالصور وبالمشاعر، الملابس كلها متقنة، وبعدين الاهم من كده كله التمثيل. انا عارف ان يحيى الفخراني ربنا مديله ميزة عن بقية الخلق، ان هو عنده كاريزما، خلقة ربنا. انت اول ما تشوفه بتستمتع وتضحك وتنبسط، دي هو ما بيبذلش جهد فيها لان هي موجودة في داخله، وهو واضح انه نقل الكاريزما ديت لبقية الكاست. يعني شفت الاستاذ لطفي لبيب عنده كاريزما مرعبة، النجوم الجداد زي هبة مجدي لأول مرة اكتشفها كمطربة فيها كاريزما رائع. محمد محسن كنت دايما بشوفه في الأوبرا بيغني أغاني التمرد، بيغني أغاني أحمد فؤاد نجم وسيد درويش وأشياء. أول مرة اكتشف الجانب الآخر اللي فيه، إنه جانب تمثيلي. فهنا في اكتشافات جديدة لنجوم جدد والتجربة حية وحيوية معانا. انت اتكلمت على ان انا ما بقى متزمت للغة العربية، منحاز انحياز بس طيب انا اعمل ايه قدام نص البيرم التونسي ولا شعر لصلاح جاهين ولا حاجات للابنودي؟ دول بيغنوا اللغة، بيدوها معنى اخر، بياخدوها من الشارع ويكسبوها ظلال جديدة ومعاني أخرى رائعة. وده اللي شفنا بيرم التونسي بيعبر عن تجربته. بيرم اتنفى كتير جدا، واتنفى مرتين، مرة لما الملك فؤاد اعترض على تولي الملك فؤاد العرش، وكانت المنفى كان بائس وحياته كانت قاحلة، ولكن واضح ان هو شاف الفنون اللي مختلفة في الخارج، تأثر بالمسرح الفرنسي بالتجارب اللي فيه، فعشان كده عمل لنا هذه الاحتفالية الجميلة. احنا مش هنقعد ندور على الحبكة والشخصيات والحاجات دي، لان دي احتفالية فيها الغنى وفيها الرقص وفيها التمثيل وفيها السحر اللي اتكلمت عليه. فعشان كده عملنا سهرة من ابدع ما يمكن، وارجو انها تتكرر كتير، وشكرا لكم كلكم. بشكرك جدا. احنا في وسط البلد، يعني في اي مكان لما بيقول لك 70 كيلو من القاهره كان بيقصده 70 كيلو دي القاهره العتبه، وبالتحديد في البوسطه مكتب البريد اللي هنا في نقطه سودا، هي دي مركز القاهره، فاحنا جنبيهم فده مركز القاهره، وده وسط البلد يا عم مكاوي. وسط البلد ومقتنيات وسط البلد عندك بتاعتك. من وسط البلد ومن المسرح القومي ومن تلك الليله، كيف يمكن أن تكتب؟ لا، أولا طبعا أشكر النجوم اللي هم متعونا بالعرض ده، وأنا شايف إن احنا بنتكلم على نص تم تقديمه من 84 عام. احنا مش بنشوفه من عين الحاضر على الماضي، لأن هو يعني الأداء الجيد، وإن هو لم يتم تحريف النص، ده خلى ان احنا كلنا بقينا في الفترة الزمنية اللي هي بتاعت الماضي. يعني هتلاقي الجمهور مفيش صفارة، في اهتمام، يعني الحالة كلها انتقلت لينا. وانا شايف ان طبعا هيحصل لنا ازمة ان احنا لما نخرج وهنقابل التكاتك بقى والعربيات والحاجات دي هنبتدي نرجع. فانا شايف يعني دي فعلا هي الفجوة الزمنية اللي الواحد بيرتاح فيها. ففعلا العرض اشبعني وامتعني وانا بشكرهم، مش هقدر اضيف اكتر من كده. طيب بشكرك جدا. صاحب الفرح مين قدك؟ يعني صح. رئيسا لهذه الدار العظيمه وهذا المكان، وعندك عرض بتستهل بيه بدايه وجودك. ايوه كان في عروض تانية بس مع الافتتاح وهذا العرض الكبير فانت عريس، فيجب ان تخصنا تلك الليله ببعض الكواليس. يعني عايز اختم هذه الفقره قبل ما اطلع فاصل، وجمهورنا العزيز هيشاركنا بعد كده لان ده حقكم، عايزين نسمعكم وتشاركونا، ولو عايزين تناقشهم جملة نناقشهم. عايز
أعرف كواليس هذا العرض، ما الذي استوقفك وأنت فنان ومسؤول؟ شفت في العرض ده إيه ممكن الناس وهي بتتفرج علينا وتسمعه تعرف حاجات كتير بيعملها الأستاذ يحيى الفخراني ورا البيبان؟ أنا بشكرك طبعا يا أستاذ خيري، وبشكر برنامجك الجميل. أنا فعلا أكتر واحد فرحان في الليلة دي، يعني فعلا يعني حلم قابل للتحقيق، يعني هو ده اللي أنا كنت فيه، يعني من ساعة ما مسكت المسرح القومي وأنا في حالة حلم، بحلم، عندي حلم أقدم حاجة يعني. والحقيقة الحلم ده قابل للتحقيق وتحقق جزء كبير منه يعني. اللي ساعدني في تحقيق هذا الحلم الكوكبة اللي موجودة قدام حضرتك الدكتور يحيى الفخراني طبعا، وده هخصه بفصل لوحده في حديثي. ثم الفنان الكبير روح الكواليس لطفي لبيب، هو مسمي نفسه شيطان الكواليس بس الحقيقة هو روح الكواليس. اي مشكلة صغيرة بتلاقيه لطفي لبيب لمها على جنب وخلصها، ومفيش اي حاجة يعني ما بتوصلناش في الادارة مشاكل من خشبة المسرح، ودي حاجة نادرة يعني. دائما العروض المسرحية كل يوم في مشكلة بتطلع من على خشبة المسرح للادارة، تيجي الادارة تقعد تحل المشاكل وهكذا. محمد محسن اخويا الصغير، والصغير سنا ولكن الكبير مقاما الحقيقه، والكبير موهبه، وانا بقول هو محمد محسن قادم يعني، في القادم هو هيبقى اكثر اشراقا يعني وابداعا. هبه مجدي زي ما حضراتكم شايفين، انا ليا تعبير خاص، انا مسميها فراشه العرض، لانها فعلا على المسرح زي الفراشه، سواء بتغني بتمثل بترقص، هي فراشة على خشبة المسرح. الحقيقة اللي ورا هذا السحر ايضا المخرج الكبير محسن حلمي، الحمد لله على سلامته، اللي بنتمنى له الشفاء، وبنوجه له من برنامجك كل الدعوات ان شاء الله يبقى على اتم صحة واسعد حال. وبقيه الكاست اللي موجود معانا كلهم ابطال المسرح القومي، ضياء عبد الخالق، سلمى غريب، حسام الشربيني، هشام الشربيني، عماد العروسي، خالد جمال، سامي المصري، كل ابطال المسرح القومي الحقيقه، كل الناس شاركت في هذا العرض. كان في كم من المتاعب العمليه كتيره، بس ما فيش متاعب شخصيه، يعني ما فيش متاعب بين الاداره وبين اي فنان. يعني انا قلت يحيى الفخراني مثلا اكيد هيبقى عنده كل يوم طلبات ومشاكل وحاجات انا مش هقدر عليها. اكتر واحد مريح جدا في التعامل يحيى الفخراني مع احتفاظي بالالقاب. الحقيقه يجي الساعه كام كل يوم؟ قبل ميعاد البروفا بساعتين ونص. قبل ميعاد البروفا بساعتين، وقبل ميعاد العرض بساعتين ونص، وتلت تلاقيه هنا كل يوم اي حاجه وتلت. كل الفنانين بناء عن ظروفهم وقت البروفات، اللي غاب بروفتين واللي غاب اربعه واللي غاب خمسه واللي غاب اكتر، يحيى الفخراني لم يتغيب عن بروفه واحده اطلاقا. ما لما اتكلمنا في الاتفاقات الماديه اللي هي حاجات زي ما انت حضرتك ملالين. قلت ملهاش قيمه كبيره يعني. الحقيقه الراجل سيف وواضح، وما فكرة الفلوس مش هي الموضوع. هو قال لي لو العرض ما طلعش كما ينبغي انا مش هوقع على العقد ومش عايز العرض، لازم يطلع كما ينبغي. ودي بقى التفاصيل اللي حضرتك بتسأل عليها، فكرة انه الملابس اللي الناس الافاضل اللي اتكلموا، انا فعلا شايف زي ما هم شايفين ان الملابس اكثر من رائعة. يعني اما الفنانة نعيمة عجمي اللي هي مصممة ازياء هذا العرض تعمل لنا كل الملابس بايدها بالابرة هاند ميد، فده شكر كبير ليها الحقيقة من خلال برنامجك، لانها فعلا قدمت عرض غني جدا 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 بفلوس قليلة. مهندس الديكور كمان، المهندس محمد الغرباوي اللي عمل الديكور، انت لا تتصور انه كان بيقعد هنا في المسرح بيشتغل بايده هو والرسامين اللي معاه والناس بتوع خشبة الاقسام الفنية بتاع المسرح القومي، يشتغلوا 24 ساعة، وكل الزخارف وكل الشغل اللي معمول في الديكور ده يتعمل هاند ميد، حاجة يعني انا شخصيا فخور بكل العناصر اللي موجودة في العمل. السؤال الصعب اللي الاساتذة طرحوه،
وانا بمناسبه وجود المخرج خالد جلال أيوة. رئيس قطاع الانتاج الثقافي ماذا بعد ايوه يعني ماذا بعد ليله من الف ليله اللي مش هتوقف دلوقتي. انا من موقعي بقول ان هذا العرض مش هتوقف دلوقتي. هذا العرض مستمر فتره طويله لغايه ما الجمهور فعلا يشوفه ويشبع منه. بشكر كل اللي شاركوا في العرض، بشكر كل الفنانين الافاضل، بشكر بلاش الكلمات الوداعيه دي، احنا لسه بدري. انا معاك، احنا هنصلي الفجر. انا معاك عايز وسط البلد هنبعت نجيب فول وطعميه ولسه العيش شغاله يعني. عايز اوجه كلمه للجمهور بجد، انا اللي ادهشني اكثر من العرض، يعني العرض ساحر فعلا. هذا العرض ساحر زي ما الاستاذ المنسي قال، انه في سحر فعلا. ده اللي بيشد الجمهور، يعني انا بقعد اتفرج على الجمهور كل يوم، الجمهور قاعد سرحان، يعني قاعد سرحان مع العرض، يعني العرض خطفه وسرحان وبيجي المره الثانيه والمره الثالثه. والمتعه الحقيقيه لما تشوف الناس المسرح قرش قنبلي لمده 10 ايام قدام حجوزات مسبقه، وان الناس سعيده والناس بتقول هذا هو المسرح القومي، هذه هي العروض التي تقدم على خشبه المسرح القومي، واحنا عايزين طبعا بيحملونا بقى مسؤوليه مضاعفه، احنا عايزين كل العروض بهذا المستوى. اتمنى ان احنا نقدر نعمل كده ان شاء الله. بشكرك باذن الله. بشكرك جدا. بتالي انتوا الاثنين خدتوا حقكم ناشف. يعني خدتوا دلع وكلام حلو. دلع جامد قوي يعني. طب الناس دي مش تستحق انها تسمعكم؟ يعني اطلع الفاصل ده بغنى. شفتي؟ اهو اتفضلوا. غنوا بدل ما غنوا. ايوه ارجوكم. لا في ايدي. اتفضل. لا. انتوا معاكم المايك مش محتاج. طب نغني ايه؟ بس عشان تسمعونا ممكن تاخد ممكن المايك التاني. احنا مش لازم نغني من المسرحيه عشان ما نحرقش الدنيا تلفزيونيا. انت في الماجستير بتاعك العملي كان معاك محمد محسن وغنيتوا انتوا الاثنين. كان شرف والله ليا ان هو غنى معايا. كان شرف ليا برضو يعني. وقف وساعدني وذاكر معايا من قبل الرساله يعني. انا عندي اقتراح، ممكن اقترح اقتراح. ملتزم يعني. ممكن نغني يا سيد من الحان احمد صدقي عشان يذاكروا يذاكر معاه فيجي بدري. وهي اللي هي صاحبته يعني. ممكن عشان نكون في الموضوع يعني. كان عندي اقتراح انه كان في لحن عمله احمد صدقي اسمه أسيت، فبما اننا بنحتفي ببيراميد التونسي واحمد صدقي فنغني برضو من الحان احمد صدقي حفظة؟ يعني رايك؟ طب دي حلوه، مش مشكله. يلا صح. يلا ولا نغني اغنيه دويتو مثلا؟ انا كنت يعني كنت متخيل ان انتوا هتغنوا حاجه غريبه اللي غنتوها. ايه رايك زي ما تحبي انا معاك. لا لا يلا. لا خليك معاها انا حاجه غريبه. طالما راحت دي خليك معاها. طب يعني هم يعني انتوا قولوا حابين تسمعوا ايه. حاجه غريبه من زمان جدا. حاجه غريبه. تعال نغني حاجه غريبه عشان غنيناها. الكلمات حاجه غريبه. يلا يلا انا معاك. يلا يلا بينا. انت اللي بتبدا دويتو. حاجة غريبة، حاجة غريبة، حاجة غريبة، حاجة غريبة، الدنيا لها طعم جديد. حاجة غريبة، حاجة غريبة، أنا حاسس إن ده يوم عيد. وأنا حاسة الدنيا هربانة ويانا في ليل كله سعادة. وأنا حاسة الدنيا هربانة ويانا في ليل كله سعادة. ليها فرحة حلوة في عينيها وحلاوتها سكرها زيادة. انت عارف ليه؟ قولي انت ليه؟ علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا. حاجة غريبة.